السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا شباب، مقطعنا اليوم شارع تحديات الأسبوع الثالث. قبل بداية المقطع يا شباب، أتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومش مشترك بالقناة، أتمنى إنه يشترك وفعل زر الجرس حتى نقدر نوصل 200 ألف مشترك. ما باقي شيء، وربي يسعدكم على كل شيء، ويلا نبلش مقطعنا. ونبلش مقطعنا يا شباب، ونبلش بالتحدي الاول. التحدي الاول مطلوب انك تستخدم الزيب لاين او احبال التسلق بخمس اقيام مختلفة. طبعا شباب انصحكم تيجوا للجبل اللي انا واقف عنده، لانه فيه احبال كثير، تمام؟ فكل مطلوب منك انك تستخدم الحبل بخمس اقيام مختلفة، تستخدمه مرة واحدة بخمس اقيام مختلفة. طبعا التحدي كثير سهل، ما بده منك شيء. وننتقل للتحدي الثاني، هو تحدي مراحل. واول مرحلة انك تهبط بلوني لودج، طبعا هذه لوني شباب. والمرحلة الثانية راح تكون ببليزنت بارك، والمرحلة الثالثة راح تكون لاكي لاندنج، المدينة الصينية، والمرحلة الرابعة راح تكون ليزي لينك، والمرحلة الخامسة والأخيرة اللي هي تلت التاور. هذه هم المراحل الخمسة. إذا في أي شيء متغير راح أكتب لكم تصحيح بالتعليق المثبت، تمام؟ ننتقل للتحدي الثالث. مطلوب منك قتل شخصين باستخدام أسلحة ليجندري او اسلحه الجولد. يعني كل مطلوب منك قتل شخصين باي سلاح ليجندري، مو بس اللي تشوفوه قدامكم، اي سلاح ليجندري تقدر تسوي التحدي فيه. طبعا مش شرط تعمل نوك داون بهذه الاسلحه، تقدر تعمل لخصومك نوك داون باي سلاح شاتجن، اي شيء مش شرط ليجندري. بس اهم شيء انك لما تيجي تفنشه انك تفنشه بسلاح ليجندري ويكون جولد، التفنيش بالجولد. والتحدي الرابع مطلوب منك تفتح 7 صناديق بمدينه بولر او بتوميتو تمبل، تفتح 7 بولر او تفتح 7 بتوميتو. التحدي كثير سهل. والتحدي الخامس مطلوب منك انك ترن جرس بمدينتين مسميات مختلفات بجيم واحد. يعني تروح على مثلا سولتي وترن الجرس، بعدين تروح على ريتال رو مثلا وترن الجرس. يعني لازم تروح على مدينتين وترن الجرس مرتين بجيم واحد. مثلا هي اول مدينه رنينا الجرس، تروح على المدينه الثانيه وبترن الجرس وبتخلص التحدي بنفس الجيم لازم، تمام؟ والتحدي السادس اخيرا يا شباب، رجعت النجمه العاديه كتحدي. كانت قبل النجمه العاديه تكون عباره عن تحدي ولازم نبحث عن مكان عشان تطلع لنا. يعني حاليا صار في نجمة عادية وصار في نجمة سرية. طبعا العادية والسرية اختلفوا عن بعض، تمام؟ فبوريكم مكان النجمة العادية. طبعا شباب، مكان النجمة محل ما حددت عندكم باللون الأزرق، ركزوا هذا مكان النجمة، ولازم تيجوا على نفس المكان وتدوروا عليها، تمام؟ هذه النجمة العادية يا شباب، ركزوا على المكان اللي محدد لكم إياه بالخريطة، مكان النجمة العادية. والتحدي السابع مطلوب منك تدمج خصمك 200 دمج باستخدام اسلحة الشاتجن. طبعا التحدي كثير سهل، وهذه اول مرحلة، وباقي المراحل بس اعرفهم راح احطهم بالتعليق المثبت. وبس شباب، هيك بكون شرحت كل التحديات. اذا في تحدي ما فهمتوه اكتبوا لي بالتعليقات. وبس شباب، بس راح اترككم مع مقطع سكواد، ويلا مشاهدة ممتعة.
موسيقى.